السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم فيديو البنات كيف وعدتكم بزاف بنات قلت لهم الا بغيتو ندير لكم لوك بوك بالتكاشط ديالي التكاشط ديال عام 2013. المهم البنات قالوا لي اها ورينا حنا بغينا نعرفوا 2013 كيف. المهم بغينا نرجعوا شويه اللور نعرف نذكروا شويه التكاشط ديال شحال هذه وكيفاش كانوا. المهم اول تكشيطه غندير لكم بها اللوك بوك وهي هذه. هاد التكشيطه البنات هو التوب جاني في الدهاز ديالي. هاد التكاشط راه ما لبستوش في عرسي، وحده اللي لبستها من بعد غنوريكم هي اللبسه الاخرى هي اللي لبست. اما هادو جاوني في الدفوع وخيطتهم من بعد. بالنسبه لهذا دي التوب خداتو لي خدوه ليا من هنايا من هولندا و خيطته في المغرب. المهم نخليكم تشوفوا ديكور والخياطة كيفاش كانت وقولوا لي رأيكم في التعليق. المهم التكاشط ديال شحال هذه كانوا فيهم هاد الكمام شو شحال واسعين الشلالي والشلالي. خيطته عند واحد السيدة في المغرب هي اللي دارت لي ليه هاد الخياطة وكانت عجباتني الصراحة. وكانت في ديك الساعة في 2013 راه بانت التكشيطة شي حاجة اللي هي واو. ودابا نيت اللون غزال هاد الشوي بي هكا زويون. المهم انا كنوريكم درت لكم لوك بوك في الحديقه حفيانه. المهم كنت لابسه صندالتي شويه حيدتها صافي وليت حفيانه. شحيت عدا بعجبني لكن شوق ما خلاني قلبي مازال عايش لباسي هي نسيت وانا ما نسي حاول ننسى صبر راسي انا الموت في ترجع تاني الولف السعيد ماشي بيدي ما على باليش باللي غتتبدي كندير انا تقعد اجيب. حتى الخفيطين هذا جاني في الدهاز ديالي وخيطات لي حماتي في القصر الكبير. كانت خيطات عند واحد السيده في الشمال وعجبتني الخياطه ديالو. تدوي راي ديالكم نتوما درتو نصكم. هذا البنات تخيط في 2016.
يا وكيف لابيل في نصاص الليل تحضر هجبت الموبيل باغي نشوف ونسمع ما بلون معنا رزق تلالي الصول. يا وكيف لابيل في نصاص الليل تحضر هجبت الموبيل باغي نشوف ونسمع ما بلون معنا رزق تلالي الصول. بالنسبه لهذا البنات هذا الثوب حتى هو جاني وخيطته ما ديوش عليا البنات مكمش هو الوحيد اللي لقيته مكمش وما في ما نصلحو وهاد النهار ما نعاودش لكم الصهد كيفاش داير وانا كنلبس ونحط وليت كلي كنقطر. المهم هذا خيطته في المغرب عند واحد السيده الصراحه عجبني بزاف السريويل ديالو كيف كتشوفوا مضمه. هذا خيطته البنات في 2016 ونموت بالحديد وتكون السلسلة عليا ويكون رسامها جديد ويكون رسامها جديد تلقي الخلالة براس كبار ونبالة وميات ريالة مش نكفي حسن ماما هكا ماما حد الماما باش نكافي حسن ماما هكا ماما عطي الماما وعليها كيا جيت
البنات هنا وصلت لنهاية الفيديو، كنتمنى تكونوا نالوا الاعجاب ديالكم بيسا. تقول لي شنو رايكم في ستيل ديال 2013؟ بالنسبه لكل حاجه غادي نقول لكم في المونتاج منين واش من عامي، حيت كاينين شي وحدين ماشي ديال 2013 وديال 2013 معروفين الحزامات ديالهم كانوا كيشدوا من تحت الصدر حتى الكرش، يعني كيشدوا الكرش كلها مضمه، كانت عريضه الحزام كان عريض، وكان داك هذا الشيء كان هكا هابط بزاف 2013، وغادي داك الشيء وكيتقاش حتى ولا بحال ما هكا، وهذا الشيء اللي كاين. المهم نهار قلت لكم فاش كنت كنخمم الغرفه ديالي، قلت لكم واش بغيتو نبارطاجي معكم تكيشطاج ديال الدهازي، هادو ماشي لبستهم فارسي، هادي كنت لبستها واه، ولكن الاخرين كنت جابوهم ليا في الدفوع وعاد خيطتهم من بعد. المهم كنتمنى الفيديو ديالي ما يكون نال الاعجاب ديالكم، بارطاجيت معكم داكشي ديالي وتقاسمته معكم. هنا وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم على المشاهده، وهذا النهار اللي كنصور لكم فيه واحد الصهد تصوروا وليت كلي ما دابا كلي ما والله الا حسن، زعما العروسات اللي كيتزوجوا في الصيف راه داكشي كيكون كيطنطن، راه واحد الصهد والعروسه لابسه داكشي اللي هو مزموط راه ما نعاودش لكم كي كتولي. يلا السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله، كنبغيكم بزاف، باي باي.